تيم غازين، قمة جبلية جديدة تشييد بعلو 3300 متر كتواجد في سلسلة الجبال الأطلس الكبير، وبالضبط في قرية تاغيا. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على أهم مميزات هذا الجبل وكيفاش نوصلوا ليه، الوقت وطبيعة المسار، وبعض النصائح المهمة فيما يخص المبيت والأسمنة والتواصل مع المرشدين بالمنطقة. وأكيد في كل طريق إلى قمة جبلية كنتعرفوا على نمط عيش ساكنة المنطقة من خلال الأشياء اللي كنلقاوها في الطريق. مرحبا بكل عشاق تسلق الجبال، خصوصا أن هذا الجبل هو جديد التشييد. لي الطريق ديالو كلها مناظر ومؤهلات طبيعية جد مميزة. السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا الخاص بتسلق جبل تيم غازين. وكما كتشوفوا الفيديو فاحنا كنتواجدوا في جيت محمد أميل دار الضيافة لي غورج دو تاغيا. ففي هذه المنطقة هذه احنا كنا بيتين في دار الضيافة، وفي الصباح يعني بمجرد أننا افطرنا وخرجنا توجهنا الى المحلات الخاصة اللي كتبيع المأكولات والمواد الغذائية. فتوجهنا الى هذه المحلات هذه وخدنا الاكل ديالنا اللي كيتكون من مأكولات معلبة. فالعلو ديال جبل تيم غازين كيبلغ تقريبا 3300 متر، وهاد الجبل دائما كيندرج في التشالنج اللي درتو بيني وبين نفسي ديال التسلق 60 جبل بالمغرب. واحد القضيه بغيت نسير ليها، وهي ان اي واحد كيتفرج في هذا الفيديو وناوي يجي يتسلق هذا الجبل، فكنقول ليه انه ما يفلتش الفرصه ويدير فقط الجبل. فكيف كنقولوا حجه وزياره، لازم انك تستغل الزيارة ديالك وتشوف بعض الاماكن الطبيعية اللي كتزخر بها قرية تاغيا، وكذلك انك تمر بالتجارب ديال تسلق الصخور اللي كاينة في المنطقة، خصوصا ان تاغيا مشتهرة عالميا في هذا الميدان هذا ديال تسلق الصخور، وكذلك ما يعرف بالكانيونينغ. وما ننساوش طبعا اننا نذكروا الممر الامازيغي، لاننا فاش كنذكروا دائما تاغيا دائما خصنا نضيفوا لها الممر الامازيغي، وكذلك مضايق جبال تاغيا الشهيره واللي كيتوسطها واد تاغيا. وإذا بغيتوا انكم تعرفوا على هذه الاماكن والنشاطات يمكن لكم تضربوا واحد طليله على الفيديوهات السابقه اللي قبل هذه، تقريبا واحد ثلاثة ديال الفيديوهات، وغادي تلقاوهم هاد الفيديوهات في الروابط ديال الوصف ديال هاد الفيديو. باش تسلق جبل تيم غازين لازم انك توصل للدوار ديال تاغيا، وباش توصل للدوار تاغيا خص يكون عندك واحد التراجي مرسوم عندك اللي هو كنت تحدثت عليه في الفيديوهات السابقه، وغادي لا باس انني نعاود نذكر هاد التراجي هذا. فغادي فيما كنتو في اي مدينه خصكم لازمكم انكم توصلوا مدينه ازيلال، ومن مدينة أزيلال من خصكم توصلوا لزاوية أحنصال اللي تقريبا المدة الزمنية ما بين أزيلال وزاوية أحنصال هي جزء سوايع. وفي زاوية أحنصال غادي تلاقاو مع المرشد الجبلي ديالكم اللي كنت غادي تكونوا ديجا درتوا معاه واتفقتوا معاه انه يستقبلكم في زاوية أحنصال. الى ما كنتوش اتفقتم معاه يعني حتى توصلوا زاويه احنصار راه كاينين بزاف ديال المرشدين الجبليين، يكفي انكم تسولوا الناس اللي كاينين تما.
وما تزربوش على راسكم، يمكن لكم تجيو يعني عندكم 5 أيام ولا 4 أيام تشوفوا زاوية أحنصال وتشوفوا قرية تاغية. فنكملوا التراجي ديالنا من زاوية أحنصال، غادي تمشي لقرية تاغية تقريبا جوج سوايع حتى جوج سوايع ونص على الأرجل، لأن ما كانش طريق من زاوية أحنصال لتاغية، ما كانش طريق معبدة اللي تصلح فيها السيارة، إذا لازم أنكم غادي تمشيوا في الطريق. والمسافة ما بين دوار تاغية وزاوية أحنصال تقريبا 7 ديال الكيلومتر، ومن ثم غادي تبداو البرنامج ديالكم بمساعدة المرشد ديالكم باش تشوفوا أهم الأماكن السياحية والطبيعية بالمنطقة. اذا حنا كنتحدثوا على التراجي وفي نفس الوقت فهذه بدينا الطريق ومشينا وصلنا لهاد السقايا وهاد العين هذه كما كيقولوا تما، فالماء جاي من الاعلى ديال هاد البلاصه هذه وجارينها بالتيو وكيوصلوا لهاد العين هذه اللي بانيها. وهنا يعني الانسان يمكن ليه انه ياخذ واحد القسط من الراحه في هاد الاماكن هذه في هاد المكان بالضبط، يعني بلا ما تقلوا معكم الماء وداك الشيء اللي غادي تجيبوه من دوار تاغية، راه هنا كاين الماء. المهم دابا حنا كيهمنا التسلق ديال جبل تيمغازين اللي غادي نهضروا عليه. الا كنتي غادي تمشي تشوف يعني الباساج بربر الممر الامازيغي ودير تجربه التسلق الكانيونينغ، من الافضل انك تخلي التسلق ديال هذا الجبل هو الاخير، باش يعني من كتكون درتيه هو الاخير يعني واخا كيصيبك داك التعب كتمشي كدير رحله العوده بحالاتك، ماشي غادي يصيبك التعب وتولي عاوتاني دير الانشطه الاخرى وتزور الاماكن، ما كيبقاش لك الخاطر ديال داك الشيء. وهذا الحجر هذا اللي كتشوفوا دابا ومبني على شكل بيوت، فهما كانوا الناس سولنا عن المرشد الجبلي ديالنا، قال لنا بان هنا كيديروا الماشيه وكيخبعوها من الشتاء في فصل الشتاء، وفي فصل الصيف كذلك من كيدخلوا الماشيه ديالهم باش يعني ديك الحراره ما تصيبهمش. فبالنسبه للبرنامج ديالنا حنايا كنا دوزنا يعني لهاد النشاطات والاماكن الخاصه بتاغية اللي يمكن الانسان يزورها، دوزنا تقريبا 3 ايام، وداك النهار الاخير بتنا في واحد دار الضيافه اللي سبق لي انني شرت ليها، و كان الثمن تقريبا هو 200 درهم، فيه المبيت وفيه الاكل ديال 3 وجبات. والاسم ديال دار الضيافه كما قلت لكم هو جيت محمد امين رفقه المرشد الجبلي ديالنا السي الحسين، وغادي نخلي لكم لي كوروني ديال المرشد ديالنا في رابط الوصف. بالنسبه للطريق من دوار تاغية في اتجاه القمه كتبلغ حوالي 9 كيلومتر كما حسبناها، ويمكن لكم انكم تقطعوا هذه المسافه في المسار ديالها في مده زمنيه ديال 4 ساعات إلى 5 ساعات على حسب النمط ديال المشي ديالكم. وهاد 5 ديال الساعات اللي قلت لكم راه كتشمل الذهاب والاياب، والمستوى فهو من متوسط الى صعب. اما بالنسبه لفاش كيكون الثلج هنا فكتكون القضيه صعيبه شيئا ما. المهم الانسان اللي غادي يتسلق في الفصل ملي كيكون التساقط ديال الثلوج في هذه المنطقه اللي فكتكون صعيبه شويه. فاحنا متوجهين الى القمه كنشوفوا بعض الدواوير اللي هي كتواجد في الضفاف في الجبال الاخرى، وكذلك لقينا واحد شويه ديال الثلج في الطريق، ومحطنا حنايا كنطلعوا كيبانوا لنا قمم جبليه اخرى كتبان من هاد المنطقه ديال جبل تيمغازين. وفاش غادي تكونوا قربتوه دابا في هذه اللحظه هذه حنا قربنا للجبل القمه ديال جبل تيمغازين، فكتشوفوا التشكلات الصخريه سبحان الله كيفاش الطريقه ديال الهندسه ديالها الربانيه كيفاش مصايبه سبحان الله. اصدقائي فاحنا هنا من بعد ما تجاوزنا في المنتصف ديال الطريق اللي كاين شويه ديال العقبات، فاحنا تجاوزنا هذيك الطريق وهنا كنشوفوا بان المرشد الجبلي ديالنا راه وصل القمه. ها هو السي الحسين راه وصل القمه فين كاين ديك البلاكه ديال الجبل، وحنا مازالين غادي نضربوا الدور على اليمن وعاد نطلعوا. وكيف ما كتشوفوا هنا كاين واحد القمم جبليه واهمها هذا الجبل هذا هو جبل أزوركي.
كما أن هذا الفضاء يمكن لكم تشوفوا هذا الشق بين الجبال اللي عنده أسباب، والمهتمين بعلم الجيولوجيا هم اللي غادي يقدروا يفيدونا بهذه المعلومات هذو حول التشكل الصخري. وكباقي القمم الجبلية فاش وصلنا القمة جبل تيمغازين كما كتشوفوا، فهنا لقينا الرياح جد قوية في هذه البلاصة هذه، والقمة راه قليل اللي كيعرفها لان يلاه قادوها ابناء المنطقة بالمساعدة ديال المرشدين السياحيين الجبليين، وكذلك بعض الاطر المهتمة بتسلق الجبال. وهذا الجبل هذا اللي كتشوفوا كما هضرنا عليه فهو جبل أزوركي، وان شاء الله غادي يكون ضمن البرامج القادمة ديالنا ان شاء الله. فروعة المنظر هنا في هذه القمة، فهي محاطة بمنطقة جبلية اخرى في الضفة اللي كتواجه معها، وكاملة مكسوة بالثلوج. ومن هذا المنبر كنشكروا السي الحسين المرشد الجبلي ديالنا ابن المنطقة على المجهودات ديالو والمرافقة ديالو، الانسان صراحة خلوق، ويعني هذا ما كيعنيش انني كنفضلو على باقي المرشدين السياحيين الجبليين، فقط لانه رافقنا يعني تحت لنا الفرصة اننا نكونوا معه، وكاينين يعني مرشدين جبليين وحدين اخرين الله يعمرها دار وكنوجه لهم التحيه. اذا فاحنا بهاد المحطه كانت اخر محطه عندنا في قريه تاغيه، فكنتمنى ان شاء الله نزوروا داك الجبل اللي هو كتشاهدوا الجبل أزوركي، راه هو وكاين العلو ديالو فايت العلو ديال جبل تيمغازين، وكنتمنى ان شاء الله نكملوا المسيرة ديالنا في تسلق الجبال باش نكملوا 60 جبل، والشكر لله وكذلك لباقي الاصدقاء اللي عاونونا وخلوا المسيرة تكون موفقة. اذا هنا فكنا رجعنا ورجعنا كنجري واحد شوية باش نوصلوا الدوار ديال تاغية، باش من تما غادي نديروا رحلة العودة الى مدينة الرباط. وحنايا دابا غادي كما كتشوفوا في هذا الفيديو غادي لجيت محمد امين باش نهزوا الحوايج ديالنا، ومن بعد تمشينا ديك 7 ديال الكيلومتر ما بين الدوار ديال تاغية وزاوية احنصال. فملي وصلنا ديك الساعة استعملنا السيارة باش نخرجوا من زاوية احنصال ونتجهوا الى مدينة الرباط. فدزنا على هاد البلاصة هذه لقينا واحد السوق، وهذا السوق هذا ربما اظن انه ديال داك اليوم اللي كتشتهر به السوق الاسبوعي ديال زاوية احنصال. ودزنا على دواوير اخرى في الطريق ما كناش عرفنا الاسم ديالها، كيبنيو هنايا بالاحجار بزاف. وفوالا يعني المهم حنا وصلنا دابا النهاية ديال الفيديو، كاين بعض الدواوير دزنا عليها المهم ما عرفناش الاسماء ديالها لان ما كاينش لا واحد التصوير ديالها هنا. وهنا زاوية احنصار من فوق، فوالا هنا رجعنا في الطريق ديالنا وكنا مشينا بالليل، وما كنصحش ان الناس يستعملوا هاد الطريق هذه بالليل، خذوا ما امكن انكم تزوروا الطريق بالنهار باش تستافدوا وباش تتفادوا الخطر ديال السياقه بالليل. اصدقائي وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى لكم الخير والسعاده، والى الملتقى في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.